المقاهي تشبه الأوطان، شعب خاص، رواد ومقيمون. أما الأرض فهي هذه التي يقيمون عليها كما يفعل هؤلاء في مقهى مدهش وسط صنعاء. 4 عقود تستمر النكهة فريدة لا يحصل عليها ربما المتذوق إلا هنا، وهي كل ما يقوم به هذا الصنايعي لاجتذاب زبائنه ورواده. اليوم من عام 81 أشتغل بهذه المهنة شاهي بس ولا غير مهنة، ما عبش رسمية كنكو هنا، هذا الدائرة كاملة كده، هذا الحين الرسمي. فمزج الحليب بالشاي الأحمر هو كل ما يميز هذا المقهى العريق، لكن أكثر ما يمنحه التفرد هو أن يحمل صفة الشاي العدني، وتلك كلمة السر التي لا يحتفظ بها سوى من بلغ مرتبة متقدمة من القدرة على صناعة وإتقان هذه الخلطة المدهشة. جمعوا المثقفين والأدباء الشعراء الطيبين الطلبة جمال عبد الناصر زي ما كان الوقت. اشتغل هنا حوالي لي 15 سنة، حوالي للشهر يعني كذا تقريبا من قبل ما خلق واكثر يعني الحركة. وزبائننا الحمد لله يعني مثقفين سياسيين. جولة سريعة في شارع التحرير أو ما يعرف بشارع المطاعم صنعاء تأخذك إلى عوالمها الملفتة، حيث يزخر المكان بالمقاهي الشعبية التي تمنح زوارها مزاجا خاصا وحميميا يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة في ثناياها ليتناولوا الوجبات الشعبية وبما يتناسب مع الظروف المعيشية المعقدة. في الحقيقة نحن في هذا المكان نتعلم ما معنى البساطة وما معنى التواضع، وهو جزء من حياة الإنسان. في هذا المكان الشعبي نتقابل مع الزملاء من مختلف الأماكن. رحلك، رحل مرتباتك، رحل هذا، وكل واحد بس يهم نفسه. أتينا المعاملة، الإنسان قال أحب الأخير كما تحب نفسك، فالإنسان يجي لهذا المكان يفضفض عن نفسه من الهموم الذي في البيت، لأنه إذا دخلت البيت وباء مشاكل، تخرج الشارع مشاكل. على الرغم من الحالة التي لحقت بالمواطنين، إلا أن الحياة لا تزال تجري هنا، حيث يلتقي الكثير من مختلف أطياف المجتمع ببساطة وبصورة خالية من أي تعقيدات ومفعمة بالبهجة.